بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم متابعي اليوم السابع. معكم وليد عبد الوهاب المحامي، والنهارده هحكي لكم قصه. كل سنه اولا وحضراتكم طيبين، بمناسبه شهر رمضان ربنا يعود علينا دايما الايام بخير وسلام يا رب. النهارده هحكي لكم قصه قضيه من القضايا اللي اشتغلتها على مدار مشواري في مهنه المحاماه، وهي قصه اسماء وسميحه. اللي القصه دي اللي انتهت في الاخر ان سميحه، ان اسماء تبقى مجني عليها تبقى مقتوله، وان سميحه تبقى المتهمه في قتل اسماء. القصه دي يعني بدات كالاتي: ان اتنين اصدقاء زي اسماء وسميحه اتعرفوا على بعض في صاله من صالات الجيم، ونشات بينهم علاقه صداقه قويه. واسماء طلبت من سميحه ان سميحه تتدخل وتكون سبب انها توفر لها توجد لها عريس، لان اسماء حست ان السن كبر بيها، وكانت حاسه بقى عايزه برضه تعيش زيها زي اي واحده في حياه مستقره مع زوج وتنجب اولاد. وبالفعل زي ما الورق بيقول والتحقيقات بتقول ان سميحه تدخلت في زواج اسماء، وبالفعل اسماء ربنا كرمها وتزوجت وبدات تعيش حياتها المستقره في بيتها، وبدأت العلاقة تنتهي إلى أن يكون بينهم بعض مجرد تليفونات، لأن طبعا كانت أسماء لسه متزوجة حديثا. حتى طلبت أسماء من سميحة أن سميحة تيجي تزورها في شقة الزوجية الخاصة بيها وتوريها شقتها والحياة اللي هي الحلوة اللي هي عايشاها، وأنها مبسوطة أنها تزوجت. وبالفعل سميحة راحت لأسماء. أسماء طبعا قابلت زي ما الورق بيقول، قابلت سميحة كويس جدا، قدمت لها أحسن، قابلتها بأحسن ضيافة، قدمت لها عصير، قدمت لها قهوة، قعدوا مع بعض الاتنين أصحاب بيتكلموا مع بعض بيتناقشوا. أسماء سميحة بتطلب من أسماء فلوس تقريبا، عشان هما كانوا متفقين إن مقابل هذا الزواج إن سميحة هيكون لها مبلغ مالي. فاسماء تقريبا قالت لها انا معيش فلوس في الوقت الحالي، ده زي ما الورق بيقول عشان انا ما اظلمش حد، دي التحقيقات هي اللي بتقول الكلام. فاتناقشوا مع بعض، قالت لها انا هديكي تقريبا اللي انت عايزاه، وبدات قالت تعرف رايك على الشقه، بدات تدخلها من الغرفه دي للغرفه دي للغرفه دي، حتى ان هما الاثنين دخلوا اوضه النوم مع بعض. فسميحه زي ما الورق بيقول المفروض انها لقت طرحه على ترتديها اسماء، بدات فكرت انها تخنق اسماء، فبدات تشد الطرحه على رقبه اسماء. فاسماء المفروض انها انتهت الموضوع انها اتقتلت، خنقا بالطرح. طبعا اتقابلت مع سميحه واتكلمت معاها، وسميحه اصرت انها ما قتلت ولا وسائل، بالفعل كانت فكرت انها تقتل اسماء، ولكن لما اسماء قالت لها انا هديك الحاجة اللي انت عايزاها، هي بتقسم وبتحلف قدام محاميها اللي هو انا ان هي سابتها عايشة وتركتها، وانها ما موتهاش، وخدت منها الذهب بطوعية من اسماء، وخدت منها الموبايل الخاص بيها، ونزلت باعت الذهب ده وباعت الموبايل بتاعها وكاميرات الفيديو، جايبة سميحة فقط وهي بتبيع الذهب، وهي بتبيع الموبايل اللي خاص باسماء المجني عليها الله يرحمها. والقضية طبعا النيابة أسندت لسميحة الأكل العمدي مع سبق الإصرار والترصد المقترن بقضية السرقة بالإكراه. والقضية تقدمت للمحاكمة الجنائية، وسميحة أنكرت التهمة أمام المحكمة، والمحكمة حققت القضية معانا بشكل كويس جدا بصراحة يعني، وانتهت في الآخر إنها عاقبت سميحة بالسجن المؤبد، وتم الطعن على الحكم ده بطريق النقض، ولسه النقض طبعا لم يحدد له جلسة حتى الآن، والله أعلم بحقيقة الموضوع وحقيقة الاتهام، لأن أنا بتكلم معاكم من حيث ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، من أقوال شهود، من أقوال متهمة، من تحقيقات خاصة بالمحكمة، وما دار بشأن المحاكمة في هذه القضايا. ودي طبعا من القضايا اللي انا اشتغلتها في مهنة المحاماة، هي قضية سميحة وأسماء الاتنين الأصدقاء، اللي انتهت في الآخر إن واحدة تكون مجني عليها مقتولة، وواحدة تكون متهمة في قضية قتل. وكل سنة وحضراتكم طيبين.